يقول قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال ولا يحل التحيل لإسقاطها، اللي قلنا قبل قليل أن بعت بثلاثين وأنا بايعها بخمسة عشر أصلا. طيب فإن تحيل لم تسقط لحديث أن أعماله بالنيات. الله أعلم. هل عنده سؤال في الشفعة؟